اليوم راح نحكي عن المتجهات او الفيكتورز. واضح البرزنتيشن طلع يمكم؟ بعد دكتور ما طلع خلي بس ما دكتور المحاضرة الأولى موجودة يعني تسجيلها اليوم راح انزلها فيديو على اليوتيوب شوي تأخرت فيها اليوم تنزل لكم ان شاء الله يوتيوب شكرا لك هذا سواء عندكم فورس فيكتورز بعد ما طلعت الدكتور دحت ارجع انا راح تشوفون عندي يعني دكتور صدام راح تشوفون عنده اثنين واحدة محاضرة واحدة صورته اوكي نعم اي فاختار مرحبا دكتور اهلا وسهلا الصورة يمي طلعت عادي نعم راح اسد الكاميرا حتى اخاف احد اي اشكال سواء يا شباب تكون البرزنتيشن العرض واضح عند الجميع اتوقع اي دكتور طلع حسن هذا فورس فيكتورز راح نحكي اليوم عن الفورس الكتاب اللي عم نستخدمه حاليا نحن اللي هو كتاب هبلر 2012 الكتاب ممكن نحصله منين؟ حصله من الكلاس روم نزلت لك الرابط ممكن تنزل الكتاب الكتاب بينه امثله ايضا مهمه انه انت تطلع هاي الامثله وتشوف ايش ممكن حلها ايضا فيها ايش مجموعه من الاسئله وبنهايه الكتاب ايضا موجود الاجوبه لهذه راح ناخذ محاضره اليوم عن الباراليلوغرام لو اللي هو متوازي المستطيلات قانون متوازي المستطيلات راح ناخذ الايش الفيكتورز فورمز والدوت فورم والانجل وبتوين والانجل بتوين تو فيكتورز الزوايا بين ايش بين الفيكتورز طبعا هو الفيكتور اشمن يعني المتجه اشمن عباره عن سهم هذا السهم راح يمثل لي ايش يمثل لي كميه واتجاه القوه ونحن بالهندسه عندنا ايش؟ عندنا قوى مؤثره على المنشا، نحن راح نحاول ناخذ هاي القوة نحولها ونبسطها ونوجد منها ايش؟ الاجهادات، ردود الافعال، يعني حتى لو كان صعب او معقد نحاول نبسطه بطريقه معينه بحيث يسهل التعامل معه. هذا الشابتر راح ياخذ ايش؟ راح ياخذ هاي التوبكس الموجوده علينا اللي هو سكالر وان فيكتورز، اشنو الفرق بيناتهم؟ فيكتورز اوبريشنز والفيكتورز اديشنز اوف ذا فورس كيف راح نضيف فيكتور على فيكتور كيف راح نقطع فيكتور كيف كل هاي النقاط راح نقضيها اليوم ان شاء الله بس انا جزء اختصرت منه ما كله راح ناخذه لانه الوقت عندنا قصير كذلك الماده حاولت شوي اضغطها حتى تكون اقل عليكم قليلا يعني السكالر الكوانتيتي كاركترايزد باي ايش بوزيتيف اور نيجاتيف نمبرز هذا السكيل ليش السكيل مهم؟ السكيل لانه حتى نعرف كميه هذا المتجه او كميه هاي القوه موجبه ولا سالبه؟ اذا كانت موجبه تكون بنفس الاتجاه، اذا كانت سالبه لازم ايش نعمل؟ نعكس الاتجاه، يعني نفس القيمه تبقى بس ايش ممكن نعكس الاتجاه؟ indicates by letters لازم تكون ايش؟ نعرفها بلتر مثلا فورس اف او اي او ماس او فوليوم او لينث، اوكي؟ على السكيل الفيكتورز شوف مثل هاي الفيكتورز نحن عندنا ايش بينه على هذا الفيكتور انا راح احكي عليه هسه بينه الماجنتيود الماجنتيود يقصد بينه الكميه كميه هاي القوه وليش والسن ليش السن حتى اعرف اتجاه القوه هذا ينطيني اتجاه القوه يا اتجاه بيكون هل هو تنشن هل هو كومبريشن هل هو فيدفع المنشا باتجاه معين والزاويه معين وإذا نحتاج لثلاث أمور رئيسية أعرفها في أي متجه اللي هو الماجنتيود اللي هو الكمية والزاوية والإيش والاتجاه هاي النقاط الثلاثة في أي قوة الماجنتيود خلينا نقول مثلا هذا الفيكتور A أو F قيمته إيش قدرات الماجنتيود مثلا 500 كيلو نيوتن لازم يكون هذا السهم يمثل طول قوة مقدارها 500 نيوتن بزاوية 30 أشهر زاوية جوة طبعا الاتجاهات ايضا لازم نعرفها اتجاهات ولازم يكون الكميه معرفه معقوله يعني مثلا قيمه الفورس A اذا عندي 2
2A. شوف السهم لازم شوي يكون اكبر حتى ليش؟ حتى تمثيله يكون منطقي وواقعي قريب علي اعطيه افهم. اما اذا كان ماينس اي معناته بالاتجاه الاخر بس نفس الكميه، اذا كان 0.5 الفاليو او السكيل مالته لازم يكون منطقي حتى لو ترسم. شوف كيف راح نعمل فيكتورز اديشن، كيف اذا عندي قوتين قوه اي وقوه بي، المحصله مالتهم راح تكون ايش؟ راح تكون هاي القوه اللي هي ار موجوده هنا على العشره كمان هاي الار. بس كيف انا اصلها حتى اصل الى نقطه من اي؟ عندي اي وبي، من نهايه اي ارسم بي، من نهايه اي ارسم بي اوكي، ومن نهايه بي ارسم اي، راح يلتقون في نقطه. هاي النقطه اذا وصلت بها من منطقه انطلاق القوه او مركز او نقطه انطلاق القوتين اي وبي مع هاي النقطه التلافي راح تعطينا فد شيء اسمه ار اللي هو الايش؟ محصله هاي القوتين. يعني ممكن اشيل اي وبي واحط مكانه ار، لانه الار هو equivalent اللي هو اللي يكافئ اي زائد بي. طيب هاي طبعا هذا المفروض الرياضيات كنا نختموا هذا المتجهات الكروس فورم والسبستراكشنز والاديشنز اللي يرسم. اللي ما كنا نخلوه ممكن نحن ايضا راح نعمل مراجعة سريعة بالأمثلة اللي احنا. طيب لو فرضنا انه عندي هذا الاي بولت، مثل هذا تشوفون اي بولت، هذا الاي بولت علينا قوتين، قوة اف 1 وقوة اف 2. المحصلة انا اريد اطلع اشيل هاي القوتين اف 1 واف 2 واخلي مكانها قوة واحدة مكافئة تعادل لي اف 1 واف 2، بحيث اذا اشيل اف 1 واف 2 اخلي فقط الاف ار اللي هاي. كيف ارسم الـ FR؟ بسهولة جدا. بعد نهاية F2 ارسم F1 يساويني بالضبط. مثل ما ساعات. ارسم قوة هنا، هاي القوة تساوي لي ايش؟ F1 يكون ايش؟ موازي لايش؟ لهذا. نفس الكلام من نهاية F1 أرسم F2، و F2 لازم شلون تكون؟ لازم تكون أيضا توازي F2 الحقيقي. هسا أجي أوصل هاي النقطة مع هاي النقطة اللي هي نقطة التلاقي النقاط الافتراضية اللي عندي. هذا راح تكون إيش عندي؟ عندي FR اللي هي المحصلة. يعني ممكن هذا الغينه ما اباوع علينه، وهذا الغينه ما اباوع علينه، اخلي بس شنو؟ بس اخلي اف ار على هاي اي بولت راح يساوينا. بس لازم مش اعرف معاه اعرف اف ار واعرف الزاويه مالته. طبعا قانون سمحنا ناخذ مثال على البرغرام لو، كيف راح ناخذ مثال؟ طبعا لازم تعرفوا قانون الساين وقانون الكوساين. قانون الساين ايش يقول؟ يقول اي زاويه مثلا هاي الزاوية اي، هاي ال F مثلا او هاي القيمة اي فورس اذا كانت على ايش؟ على الساين هاي الزاوية المقابل لها، و C على المقابل له، C راح يكون على ساين، و B على ساين B. ليش؟ وجدوا انه هاي القيم تكون متساوية، يعني كل فورس اذا قسمته على جيب الزاوية مالته راح يساوي لنا الفورس الثاني على جيب الزاوية المقابلة له. وجدون يعني هو هذا القانون. دكتور بس على مود طلبات الانضمام بس يا ريت توافق عليها. والله انكم موافقتوا على الكل، يعني ليش ما جاني صوت؟ جاكم صوت؟ سمعتم صوت احد كم فات؟ ما هو هسه يعني وصلني رسالة انه يريدون يدخلون وما ما توافق. لا وين هسه المفروض اكو شيء اسمه يجيك صوت مثل اشعار، اللي ما تحاول يحاول مره ثانيه يدخل. وانا بعثت الايميلات للجميع، خلي بعثت الايميل جيميل لكم كلكم، بس اذا تشوفون بدايه المحاضره كلكم جاكم ايميل. هذا الايميل اذا فتت عن طريق الجيميل ما يحتاج لك برمشن، قبل راح تفوت. هسه راح ادز الرابط حتى يفوتون كلهم. لا ما يحتاج الرابط، قل له شيك الايميل مالتك ودوس الرابط اللي كان جاك بالايميل حتى تدخل بدون برمشن. اوكي.
الحضور اللي جو جدا بس خلي يكتبون يس، لانه اللي قد كان كتب يس اوكي لا يكتبون ثانية، لان اكو بس 20 واحد سجل حضور، اوكي البقية ما مسجلين، فاللي ما كنت سجل يكتب التعليقات يس. أيوه. قانون الكوساين تعرفونه، قانون جيب تمام راح يساوي لنا اي سكوير زائد بي سكوير ناقصا 2 اي بي كوساين سي. ليش كوساين سي؟ لانه هذا المحصور بين هاي الزاويه، يعني يكون ايضا للمقابل له، يعني هذا السي مقابل له هذا، راح تطلع قيمه سي اخذ هاي الزاويه هذا سكوير زائد هذا سكوير تحت الجذر ناقص 2 اي في بي في كوساين سي مقابل له. طبعا ممكن تاخذ اي واحد، تاخذ هذا ايضا، ممكن تاخذ بي، بي راح يساوي لنا تحت الجذر اي سكوير زائد بي سكوير ناقصا 2 اي سي في كوساين بي. خلينا ناخذ هذا المثال، هو المثال الاول هاليوم. نخلي محمد بس اسجل، اشوف اخلي الكاميرا الثانيه. هذا الاكزامبل، هذا الاكزامبل عندي سكرو اي برو اي سبورت سبجكتد تو تو فورس، الفورس الاول قيمته 100 كيلو نيوتن، 100 نيوتن، الفورس الثاني قيمته 150 نيوتن. طبعا هذا ايش هذا؟ مثل الكلاب، هذا الكلاب مشدود في جدار او في اي مكان، مشدود عليه كيبلات اثنين. شوف ليش اتجاه السهم بهالاتجاه، لانه السهم يمثل اتجاه الكيبل تنشن خارج من الـ من الـ من البوت، فمعناته قوه شد علينا. اوكي، ايش قد قيمه قوه الشد الاول؟ 100 نيوتن، وبزاويه ايش قد مع الافق؟ 15 درجه. بينما الفورس الثاني 150 نيوتن اكثر، فلهذا شوف السهم مالته شوي اطول ضغط هذا السهم، والزاويه مالته ايش قد تعطي؟ بزاويه 10 درجات مع الشاقول. واضح؟ يقول حول لي هاي القوة إلى قوة واحدة، محصلة هاي القوتين حولها إلى قوة واحدة، قوة مكافئة واحدة تعادل لي F1 و F2. فكان ما أخلي F2 و F1، أخلي F1 اللي هو R اللي هو المحصلة، وأريد الزاوية مالتهم وأشيل هذا الكيبلين. ليش؟ يريد يحولهم هذول إلى قوة واحدة، يريد إيش؟ يريد يبسط المسألة، يريد يكون يعرف أشقد محصلة مجموع هاي القوة على هذا السبورت أو هذا المسند أو هذا الكلام. طبعا ببساطة راح يجي ايش راح نحلل بالقانون مثل ما تشوفون هون، راح نعمله بالطريقة. راح يجي إيه هاي القوة 150 يرسمها مع، يخلي محاور X Y. طبعا هذا القانون ما ممكن نستخدمه لأكثر من قوتين، يعني لازم يكون عندك two forces. two force فقط، يعني ما يصير نخلي أكثر من قوتين، يعني نخلي قوتين فقط. إذا عندي ثلاثة إيش نعمل؟ ناخذ الأول والثاني ونطلع الـ R مالتهم، وبعدين ناخذ المحصلة مالتهم مع الثالث. طيب هسه ارجع اعمل رسم الاكس ورسم الواي، بعدين رجعنا خلينا القوه الاولى اللي هي اف، هذه كانت اف 1 ما صحيح، هذه اف 1 وهذه اف، هذه الزاويه ايش قد هذه؟ 10 درجات، هون الزاويه ايش قد هذه؟ 15 درجه. ايضا القوه الثانيه شوف كميتها ايش قد، شوف ال 100 اولى من هون الى هون قصيره، بينما 150 تقريبا مره ونص قد هذه الاف 1 الاف 2. اوكي واضح. بعدين رجعنا ايش عمل؟ من نهايه اف 1، من نهايه اف 1 رسم لي محاور. وايش عملنا من هذه المحاور؟ طلعنا ايش؟ طلعنا اف 2، رسم لي شيء موازي لاف 2 بزاويه ايش قداتي مع الافق من هون، اذا حسبنا هاي الزاويه ايش قداتي؟ 10 درجه. على هاشما يطلع لحد ما يصل
اوكي ونفس الكلام راح يعاد بالنسبة لإيش لإف1. من هون راح أرسم إيش؟ أرسم محاور، أرسم قوة موازية لإف1 اللي هي هاي. راح يلتقون في نقطة، هاي النقطة راح أأشرها، راح بعدين أوصل هذا الخط الأزرق راح أسميه FR. طيب بخالي عندي FR لازم أعرف الزاوية مالته إيش. ببساطة هذه ممكن أطلعها، كيف أطلعها ببساطة؟ شوف يا شباب، هاي الزاوية من هون أشقد هذه، هاي نفس هذه الزاوية 15 درجة، هذه الزاوية وهذه نفسها، ليش؟ لأنه هذول متوازيين، فهاي 15 درجة. طيب 15 درجة عندي، وعندي زاوية من هون، هذه أشقد ذاتي هذه؟ بالتبادل مع هذه 10 وصار عندي 10 دكتور. نعم، يعني هاي سوينا هاي الطريقة لأن المحاور غير متعامدة مثل الطريقة المحاضرة اللي عندي. تمام تمام، هذه الطريقة. إيه، فعندي إيش؟ عندي 10 زائدا 15 صار 25 زائدا 90 هاي، نعم، صار المجموع 115 درجة. طبعا هذا 115، الثاني أيضا 115 درجة. وهسه نقدر نستخدم قانون الكوساين. ليش؟ بس هاي معلومة عندك، هذا مجهول، هذول معلوم، هذا معلوم هاي وهذا معلوم، فايش راح نستخدم قانون الكوساين. قانون الكوساين ايش يقول؟ يقول اف ار راح يساوي لنا الاف 2 سكوير زائد الاف 1 سكوير ناقص 2 اف 2 اف 1 في كوساين هاي الزاوية المقابلة. الزاوية المقابلة ايش قد هذه؟ الكوساين معناتها 115 درجة. اطلع قيمه اف ار. من طلعت قيمه اف ار بقالي ايش؟ بقالي هاي الزاويه اطلع. كيف ممكن اطلع هاي الزاويه؟ هاي ببساطه اقدر اطلع ايضا بقانون ايش؟ بقانون الساين، لانه عندي انا هذا تيتا 1 على اف 1 اف 2 على ساين تيتا يساوي لي اف ار على ساين 115، ويساوي لي اف 1 على ساين هاي الزاوية اللي معك. اوكي، فهذه اف ار معلومة طلعناها من قانون الكوساين، والزاوية معلومة، وهاي القوة الثانية اف 2 معلومة. بقالي من المجهول؟ بقالي ساين تيتا. اطلع ساين تيتا ويصير عندي معلومة تيتا. من اطلع تيتا اضيف ل 15 حتى ايش؟ حتى اقول هاي الزاوية مع ايش؟ مع الافق تساوي لنا هذا. اوكي، بس راح ارجع احل الكميه مره ثانيه على الورقه. قلنا عندنا ايش؟ عندنا هذا خطاف او الكلاب. هذا الكلاب واضحة الصورة يمكن غير؟ نعم دكتور. نعم، راح يكون علينا قوة بهذا الاتجاه والقوة الثانية بهذا الاتجاه. هاي القوة ايش قد ذاتي اول وحدة؟ F1 F1 قيمتها 100 نيوتن بزاوية ايش كان؟ 15 درجة. ثانية 10 درجات كان، هذه F2 قيمتها ايش قد ذاتي؟ 150. احنا نريد ايش نطلع من هذولي؟ نريد نطلع المحصلة. راح اجي اول شيء ارسم المحاور.
واجي اقول هاي القوة ما الطريقة هذه تساوي 100 اف 1 يساوي 100 يساوي 15. زاوية 10 درجات هذه اف 2 والقيمة ايش خداتي؟ 105. اجيب من نهاية هذا ارسم المحاور. محاور اجي هذا ارسم واحد يوازينه هون. هذا قيمة وشكلا هذا راح يكون عندي ايش؟ اف 2 راح يساوي لنا 150. هاي المحاور. نفس الكلام هذا راح اقوله راح يكون عندي ايش؟ راح يساوي لي القوة الأولى. واضح حالي؟ شو صار؟ نجي هاي الزاوية ايش قداتي؟ 15 درجة. صحيح؟ طلع عندي إيه هاي الزاوية؟ هذه 10 هذه أيضا راح تصير 10 درجات، وهذه 90 مجموع هذول كلهم تساوي ايش قد؟ 115 درجة. بما أنه هو متشابك متساوي المستطيلات فهو هذا أيضا راح يكون أيضا عندي 115 درجة. المحصلة مالتهم راح تكون هذه. هي راح تكون اف ار. واضح؟ هسه المطلوب انه انا اوجد اف ار، هذا الاف ار راح يكون يساوي لي هاي القوتين اف 1 زائد اف 2. هذه اف 1 اللي هي 100 وهذه خلينا نكتبها يعني. فاحتاج هسه انا اطلع هذا الازرق اف ار واطلع الزاويه مالته هاي كذا هذا المقص. خلاص بالبدايه اخذ قانون الـ بما انه انا عرفت هاي الزاويه 115 ممكن بسهوله اطلع اف ار راح يساوي لي لانه عندي هذا معلوم هذا معلوم راح يساوي لي تحت الجذر 150 سكوير زائدة 100 سكوير ناقص 2 في 100 في 150 كوساين الزاوية المقابلة لـ R. شوف هذا الزاوية المقابلة اللي هو منه 115 ايش اللي يعطينا اف ار؟ منو عنده حاسبة على يحسب لنا؟ شكل كل معكم حاسبه 22.8 لا مستحيل يا دكتور ده نحسب اي مستحيل صحيح ليش خطا؟ لانه انت من تجمع 150 تجمع 100 تربيع وبعدين تطرحهم من كميه مستحيل محصله هاي القوتين 150 و100 يطلع لك اقل من 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 100 او 150 لازم يطلع اكبر. واضح؟ لازم يطلع اكبر. عملوه بالحاسب مره ثانيه 150 تربيع 212.5 هذه ايضا لازم تكون عندي ايش؟ تكون عندي بزاوية هاي راح تكون اف ار 212.5 او 213 مثلا اوكي احتاج اعرف هاي الزاوية كيف اللي الشباب اللي ما طلعوا لحد الان هاي القيمة بشكل صحيح يحتاجون يعملوها طلب الامتحان تسقطون هاي مشكلة. ظل عندي قانون الساين حتى اطلع اي هاي الزاوية. بعد ما اطلع هاي الزاوية خلي ما نسميها ثيتا خلينا نسميها جاما. ارجع ثيتا ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا جاما زائدا 15 درجة حتى تصير معلوم فوقسي. فاحتاج اطلع زاوية جاما. فشوف زاوية القامة كيف نطلع؟ هذا معلوم هذا معلوم هذا معلوم كلها صارت معلومة. شوف
ارجع ارسمهم هون، هذا 212.5 هذا 100 وهذا 105 هذا 115 هذا جاما ما معنى هذا خلينا نقول بيتا. اوكي شوف هسه قانون الثانية شو راح يسوي، راح اخلي دائما الوتر اف ار اخليه بالوسط على ساين 115 راح اخليه يساوي من هون يساوي من هون، راح ارجع اقول 150 على 150 على الزاوية المقابلة اللي هو اللي من ساين جاما يساوي لنا ايش؟ المية على ساين ايش؟ فإما اخذ هذا الحد واطلع بيتا وهذا ما ينفعني، واخذ هذا الحد واطلع قيمة ساين بيتا. شوف كيف راح نحسب الساين، عندي راح اقول 150 على ساين جاما راح يساوي لنا اف ار 112.5 على ساين 115 من هون وسطين وطرفين راح اطلع قيمة ساين جاما اللي راح تساوي لنا ايش؟ شوف معامل ساين راح يكون تحت 212.5 في 150 راح يكون في الاعلى في ايش؟ هذه في ساين 115 هذا ايش راح يحط لنا ساين جاما قول لي بالحاسب ايش دكتور 0.63 زين بس تشيكولي هذا الأرقام اللي يحكي عليه زين بس الصوت مو واضح دكتور نعم الصوت لا واضح ما عندي مشي راح يساوي لنا بوينت الانترنت ضعيف عندك الظاهر 0.639 اوكي راح يطلع لنا فحتى نحول هذه لازم بالحاسب مالتنا ايش نعمل لازم نضبط لازم ايش تعمل؟ الرقم اللي طلع لك هسه حاليا انا ايش بطلع لي انسر؟ طلع لي هذا الرقم اللي هو 0.639 اوكي هذا الرقم طلع لي كيف احوله الى اطلع قيمة الجاما؟ شيفت و فلازم ايش اجي ادوس؟ اجي ادوس نشوف الباور اجي ادوس اي هذا شيفت ادوس شيفت طلعت لي علامة الشرط بعدين ادوس ساين وبعدين ادوس انسر حتى لو ما دست الانسر ما في مشكلة بس المهم لازم يطلع لي ساين إيه هون يطلع لي علامة ساين وناقص واحد فوقات اوكي بعدين ادوس يساوي راح يطلع لي اشغل الزاوية 39.72 درجة اوكي معناته ثيتا ايش راح يساوي لي انا اذا ارجع هون مرة ثانية معناته ثيتا راح يساوي لي 39.72 زائدا 15 درجة ليش زائدا 15؟ لأنه هذا مع يحصره مع F1 أنا أريده مع الأفق فايش راح يطلع لنا مجموعة إذا جمعناها زائدا 15 راح يطلع لي 54.7 درجة فهسه خلصت المسألة عندي راح تكون عندي FR قيمة إيش قد 212.5 بزاوية إيش قد 54.7 درجة مع الأفق واضح؟ من عندي سؤال عليها هاي المسألة حتى نخلص خلصنا أحد عنده سؤال عليها؟ واضحة؟ عند الجميع؟ واضحة عشتي لك دكتور دكتور بس إعادة سريعة ما الفيديو طيخ ترجعه وتعيده يعني بس مع ذلك راح أعيده راح نأخذ غير الأمثلة حتى ما نضيع وقت ذي كثير تمام أوكي يعني إذا عندك سؤال على نقطة محددة نعيدها. طيب خلينا نتأكد إنه فعلًا هذا الكلام صحيح إذا أخذناه في مسألة أخرى.
ممكن نحله بقانون ايش؟ قانون الكوساين والساين الاعتيادي، اللي هو على المحاور الاعتيادية، يعني نحل المنشأ هذا او نحل منظومة القوة هذا على المحاور الاعتيادية. خلينا نقول عندنا هذا العيد مرة ثانية، نرجع على المثال مالتنا. عندي هذه القوة، عندي هذه القوة الأولى مقدارة 100 زاوية ايش قلنا؟ 15. القوة الثانية مقدارة 150 زاوية 10 درجات مع الشقة، صحيح؟ ممكن نحله بمنظومة تحليل القوى، العملية أسهل، اللي هي كيف كل قوة، أرجع أرسم مرة ثانية، كل قوة راح أحلله إلى مركبته الأفقية والشاقولية، وأنسى هذا ايش قلنا 100 وهذا 105، هذا راح اعمله بهالطريقة، هذا راح يحلل الى مركبة افقية اللي هي باتجاه الاكس، هاي راح تكون ايه هاي الزاوية 15 درجة، فهذا ايش راح تكون؟ تكون عندي 100 كوساين 15 درجة، ليش؟ لانه الزاوية قريبة، الزاوية قريبة، واضح؟ نفس الكلام هذا جهة الشاقولية، الجهة الشاقولية ايش راح يكون عندي؟ 100 ايش؟ ساين الزاوية 15 درجة، نفس الكلام راح يكون بالنسبة لهذا، ممكن يتحلل في أي نقطة، هذه ايش راح تكون؟ شوف الزاوية وين صارت؟ صارت بعيدة، هاي الزاوية 10 هون صارت زاوية بعيدة، فهون ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 150 هاي القوة الثانية في ايش؟ في ساين الزاوية 10 درجة. ليش هون ساين هون كوساين؟ لأنه حسب الزاوية، هذه الزاوية قريبة ضربته في، هذه الزاوية بعيدة ضربته في ساين. ظل الشاقولي ايش قد الشاقولي راح يكون هذا قيمته؟ راح يكون عندي 150 كوساين 10 درجات. ليش كوساين؟ لأنه الزاوية قريبة. كوساين. واضحة هاي شلون حليناها؟ عيدها مرة ثانية. واضح واضح. هلا خلينا نرسم مرة ثانية. عندي هاي القوة ايش قدراتي؟ بنرجع احلل الى مركبة الافقية. هذه هاي مركبة الافقية. هاي الزاوية هوني ايش قد 15 درجة. فهذا ايش راح يكون؟ 100 كوساين قريب 10 درجات. وهذا 100 ساين 10 درجة. نجي القوة الثانية. هذه F1، هذه F2، F2 ايش قدرتها قيمتها؟ 150، بس الزاوية وين عتصير؟ فوق صارت 10 درجة. عندك حل خيارين، إما تبقي الزاوية بمكانها أو تطلع المتممة هون ايش قدرتها؟ 80 درجة، وتقول نفس هذا، تقول 150 كوساين 80 ممكن، أو 150 ساين 110، اثنين من الفكرة نفس الجواب. ممكن نجرب الحاسب، فانت راح تيجي تقول هذا ايش يساوينا؟ يساوي 150 بدون كوساين 80، او تقول ساين لانه بعيد 10 درجه. الثانيه هذه القوه الثانيه، هذه المركبه الثانيه راح تكون 150 كوساين 10 درجه لانه الزاويه قريبه. هذا ايش راح يعطينا؟ هذا ايش راح يعطينا؟ هذا ايش راح يعطينا؟ هذا ايش راح يعطينا؟ سارة والله ما اعرف يعني يريدون يفوتون، بس اشو يفوتون ما اعرف ليش ما يعتقدون يفوتون، خليه يحاولون مرة ثانية، الظاهر ما يفوتون بشكل يعني ليش تفتهي دكتور؟ نعم، المركبة الافقية بالنسبة للقوة 150 اخذناها على المحور الموجب، يعني باتجاه الموجب للاكس، ما ناخذها بالسالب، ليش؟ ليش ما ناخذها بالسالب؟ لانه هذا مسقطه اخذ بالساعة؟ اي لا لا مسقطه، ما هذا ما عزم، فانت ايش تعمل؟ هذا تحلل الى مسقطه، يعني شوف هذا مسقطه وين؟ بهذا الاتجاه، هذا مسقطه وين؟ بهذا الاتجاه، بينما لو كان بالعكس كان هالشكل هاي القوه،
تجي اش محور مالتك هش مسقطه وين هش مسقطه وين راح يصير نيجاتيف المحور وين نيجاتيف ليش انه شكله هالشكل وانت هتحلل من المحور مالتك فالمسقط مالته هذا راح يصير ناقص 100 ساين 10 درجه صار ماينس ليش لانه هذا ناقص واضح نجي هسه بس حتى اقول لك كيف ممكن تحلونه بشكل سريع بالامتحان حتى ما تتاخر بالامتحان هذا كرته اللي كان حتى بس بالامتحان ارسمه كبير شويه وتعال اشقه قول هذا يساوي لي هالشكل يساوي لي 150 هاي الزاوية هون 10 كوساين وهذه 150 ساين 10 تجي هذا قول الزاوية قريبة 15 درجة 100 كوساين 15 درجة 100 ساين يساوي 15 اي شيء بالاتجاه العمودي اجمعه هذا الازرق راح اجمعه هسه على يسار هذا ينجمع مع هذا فراح اسمي فقط شيء يسميه ايش؟ سيجما اف 1 يعني مجموع القوه باتجاه الفيرتيكال هذا الواي اكسس مجموع القوه باتجاه الواي ايش عندي؟ عندي 100 هذه اول وحده 100 ساين يساوي 15 زائد 150 هذه كوساين 10 درجة اكو احد شيء اخر بعد اتجاه الشاقول؟ ما اكو شيء اخر اسمه سيجما اف اكس اللي هو بهالاتجاه اي قوة موجودة بهالاتجاه اللي هي راح تكون مجموع القوة باتجاه الاكس اكسس شوف ايش عندي؟ عندي اي هذا وعندي اي هذا اجمع سوا كذا يصير عندي 100 كوساين 15 درجة زائدة 150 ساين 10 درجة هذا ايش راح تكون اول حتى نشوف ايش راح تكون هذا الفوق 173.6 173.6 الشباب اللي قاعد يحسبون راح ازيده من نهايه المحاضره واللي ما قاعد يحسبون الجو 122.6 الجو اجي بعدين ايش اعمل يا شباب؟ اجي ارسم هاي المحاضره اقول ايه هذا بالضبط اف اكس وهذا اف واي اف واي ايش قد اعطاني؟ 173.6 اف اكس ايش قد اعطاني؟ 122.6 هسه اجي ايش اعمل؟ احسب الار محصلة واحسب الزاوية مالتي كيف احسب قيمة الار؟ لانه هاي الزاوية متعامدة راح يصير عندي قانون فيثاغورس اف ار مو قانون كوساين راح يكون عندي سيجما سيجما اف اكس سكوير زائد سيجما اف واي سكوير طلع هاي الطريقة كلش اسهل اي ما يخالف يعني هذاك هذي كم لازم تعرفه وهاي كم لازم تعرفه راح يكون تحت الجذر عندك 173.6 زائد 122 هاي شو راح يسوي دكتور 212.5 اوكي واضح هاي منين طلعت يا شباب؟ واضح هذا قانون فيثاغورس مباشرة وليس قانون كوساين ظلت عندي هاي الزاوية شوف هاي الزاوية كيف احسب لو اجي اخلي نقطة من هون نقاش طلعت زاوية مثلث ثلاث قائم الزاوية هاي المثلث القائم زاوية R مجهولة لي بس عندي هذا المعلوم هذا ايش سموه؟ سيجما F Y إيه ما قانون اطيق استخدمه انا؟
اذا معلوم ساين. ممكن شوف ممكن استخدم الساين وممكن استخدم الكوساين ممكن استخدم التان كله ممكن. ليش؟ انه هسه هذا الاف ار معلوم عندك ايش طلع 212.5 ار معلوم فصار عندي اس وسيجما اف واي ايضا معلومه 170.73.6 هذه معلومه وهذه معلومه وهذه معلومه ايه تريدون المفروض تستخدم ايش تستخدم تان تانكيت ليش تانكيت حتى اخاف ان تكون غلطت بهذا الرقم اوكي يكون ما كنت استعملت التان يعني لا يكون عندك غلطين بل حال راح يكون عندك خطأين الخطأ الاول اف ار حسبته خطأ بالحاسبة مثلا وتزاوي ايضا خطأ ليش انه هذا ما يعتمد الثاني بردي تيتا ما يعتمد على اف ار ايش راح يساوي اذا كان هاي الزاوية تيتا ايش راح يساوي مثلا الزاوية المقابل على الايش المقابل ايش راح يكون عندي سيجما اف واي سيجما اف 1 على سيجما اف اكس هذا ايش راح يكون نتان سيجما اف واي ايش قد ذاتي 173.6 على سيجما اف اكس 122.6 كان هذا ايش اللي يعطينا شوف انا راح اعمل لك 100 بالحاسب 54.7 1.41 اي هاي بالحاسب 1.41 تقسيم 122.6 ايش طلع عندنا؟ طلع عندنا 1.4 الكفرون 1.416 هذه تان ثيتا تساوي لنا هذا يعني تان ثيتا تان ثيتا تساوي لنا 1.416 هذه ثيتا ما هذه تان ثيتا فحتى نطلع ثيتا لازم ايش نعمل؟ نعمل نقول بالعكس نقول تان inverse 1.416 اوكي لازم نشيله بالطريقه فحتى احولها الى 54.7 لازم ادوس هذه شوف ادوس شيفت ادوس شيفت ادوس شيفت وبعد ما ادوس شيفت ادوس تان وبعدين اخلي الانسر منين يطلع لي ايش خلص الزاويه 54.7 درجه واضح دكتور FR بس خلي اخلص 212.5 لازم الوحده معرفه نيوتن الزاويه زاويه ايش خلاتها هذا الـ FR زاويه 54.7 درجه واضح هذه نفس الاجوبه حصلنا من سواء اشتغلنا بهذيك الطريقه او بهذه الطريقه اريد حلكم يكون دائما مرتب سهل ما كثير عقدين المسألة بشكل صعب نعم دكتور زين هو يحدد لنا الطريقة يعني إذا جبت لك حددت لك طريقة التزم الطريقة إذا ما حددت لك طريقة حل معي طريقة بس الأول ترى سهل أيضا يعني أنتم إذا تراجعون الفيديو راح تشوفونه هي سهل يعني ما أعرف ليش تعطون المسألة طيب ناخذ راجع الفيديو حتى الاثنين تتعلم وتراجع الفيديو أيضا راح شوف هسه خلي نحل هذا المثال الثاني راح اشير معاكم فيديو يعني برزنتيشن شوف هذا المثال واضح المثال الاكزامبل يقول determine x and y components of f1 and f2 acting on the boom express each force as third terms vectors راح نحلل كل قوة إلى مركباتها اوكي ونحل بموجبها راح ارسم السؤال انا انا ما اهتم ايش موجود ما اهتم اهتم بس للايش للقوة عندي انا بهذه قوة الاولى ايش خلاها تقيمتها؟ 200 هذه F1 قيمتها 200 الزاوية مالتها ايش خلاها تقيمتها؟ 30 درجة مع ليش؟ مع الشاخور هذا المحور Y وهذا المحور X أي شيء موجود بهالمكان هيكون
بوزيتيف، اي شيء موجود بهالمكان باتجاه الاعلى بوزيتيف، باتجاه الاكس اكسس راح يكون نيجاتيف. اي شيء موجود بهالمكان هذا راح يكون نيجاتيف بالاتجاه. شوف القوة الثانية كيف شوية انترستنج، 260 اللي هي اف، طبعا الزاوية مالتها عطالك هي بهالطريقة، قال لك هاي الزاوية 5 درجات 12. اوكي، يريد المحصلة مال هاي القوة اش قدرت على هاي النقطة اللي هي عبارة عن 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 بو اللي هو السبورت مال 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 اليمنت محدد، يعني فايت ايش عتبة معينة. خلاص واضح المثال؟ راح بس اطلع من المثال حتى ارجع على المثال. هسه انا بس انتم الخطوة الأولى ايش اجي اعمل؟ اخذ القوة الأولى بلون مختلف اقشرها، اقول ايه هذا وهذا الثاني اقشره. شوف هذا ايش راح يكون عندي، هذا راح يكون عندي قلنا 200 ما، هذا 200، هذا 200 في ايش؟ ساين لو كوساين، هاي الزاوية ساين بعيدة فلازم تكون ساين، ساين 30. الثانية هذه أشهر راح تكون عندي كميتها، راح تكون عندي 200 كوساين. ليش كوساين؟ إنه قريبة. وإيش أجي أعمل؟ هذا إيش أعمل له؟ أمسحه أنسان. هسه أتعامل مع إيش؟ مع محور، أرجع أرسم المحور أنا عندي وأخلي بالمحور إيش؟ أخلي بالمحور هذا، أخلي إيه هذا؟ 200 ساين 30، نخلي هذا المحور 200 كوساين. واضح؟ المحور واي وهذا اكس. ظل عندي الثاني هذا، هذا ايضا لازم لون مختلف ارجع اخلي له ايش. شوف هذا كيف ممكن احل، احتاج اطلع ايه هاي الزاوية، هاي الزاوية لازم تكون معلومة. تمام، بس 12 على 5 أو اطلع هاي الزاوية، اشو اطلع قيم الزاوية هذه؟ ثيتا راح يساوي لنا تان منه؟ تان المقابل 12 على المجاور اللي هو 5، اش راح يساوي لنا؟ راح اكتبه بالحاسب اشوف. دكتور نقول 260 في 5 على 13 هم يصير، عافية عليك يصير، بس هو دخل لك ليش؟ نطلع 67 في 3 اي، شوف كيف راح اعمل، اقول 12 تقسيم 5 يطلع لي هذا الرقم اللي هو 2.4. ارجع اقول شيفت شيفت تان انفرس، هذا الانسر مالتي فيطلع لي ايش قد؟ 67.3. اوكي، فارجع ايش اقول؟ اقول هذه ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 260، هاي الزاويه بعيده لو قريبه؟ بعيده، فلازم ايش تقول؟ ساين 67.3. شوف الثانيه هاي ايه هون، هاي المركب او ايه هون؟ يعني دكتور الزاويه مو محور اكس ولا ويا الواي؟ ويا الواي وين صارت مكانها؟ هذه هسه انت اذا سحبت هاي من هنا هنا، الزاويه قريبه لو بعيده؟ بعيده بالضبط. شوف الثاني ايش راح يصير عندي؟ شو عندي 260 كوساين ثيتا اللي هو 67.3. واضح؟ هسه ارجع هذه ارجع احطها موجوده هنا، اخليها بلون مختلف اذا توهم بها، احطها بلون مختلف على الـ على الـ الـ coordinates، يعني راح تكون 260 ساين 267.38. وهذا الثاني ايضا اشر بنفس الاتجاه، ليش بهالاتجاه؟ هذا هالشكل على الناني. واضح؟ فقيمة الثانية ايش راح تكون؟ راح تكون عندي 260
كوساين 67.38. بعدين ارجع ايش اقول؟ اقول سيجما اف واي يساوي نصف مجموع قوة اتجاه المحور واي يساوي نصف. فايش عندي؟ العفو يعني قيمته ما يساوي صفر، وانما اطلع محصلته. فحتى كوسين 30 ناقص 260 مثلا، فلازم ايش اشوف منو الاكبر؟ 260 اكبر لو 200 اكبر كوسين، حتى الاشاره لا تطلع عندي سالب. فانا حتى بس لا تطلع عندي سالب، هذه لازم احسبها ايش تطلع عندي، وهذه احسبها ايضا، وهذه احسبها احسب هذول الاثنين. هذه اذا حسبناها 260 كوسين 260 بي كوسين 67.38 عشان يطلع لنا، هذا يطلع لنا 100. شوف من ارجع اعمل الساين ما يحتاج ارجع اكتبه مره ثانيه، ارجع علينا بهذا الماوس واحول الساين بس هذا اكتبه ساين يطلع لي 240 مباشره. هذه نفس الكلام، شوف راح اكتبه كيف، اكتب 200 في ساين 30 شوفوا ايش راح يساوينا، يساوينا 100. هذه راح اكتبها 100، ما يحتاج اكتبه مره ثانيه، اجيب الماوس اروح على الساين اعمله كوساين يطلع لي 170 73 بوينت. شوف هسه انت حتى تعمل لك محاور جديده تجيب تحط عليها، شوف عندك 100 نحو الاسفل بس عندك 173 نحو الاعلى، المحصله بيا اتجاه راح تكون اتجاه الاكبر، يعني هذا عكس عقارب الساعه نحو الاعلى ليس عكس نحو الاعلى العفو. فراح اخلينه على المحور هذا بهالشكل، هذا راح اقول عليه سيجما اف واي، راح اسوي منه قيمه الاكبر 170 73.2 ناقصا 100 ايش راح يساوي؟ هذا باتجاه الاعلى سيجما الاف. ضل عندي باتجاه الافق، شوف عندك 100 بهالاتجاه وعندك 240 بهالاتجاه، معناته بيا محور راح يطلع قطعا راح يطلع باتجاه الافق اللي هو هذا، راح يكون عندي ايش؟ سيجما اف اكس راح يكون عندي 240 ناقصا 100 ايش راح يساوي لنا؟ 100 واضح؟ هذا 140 نيوتن بالمحور، بالمحور واي عندي 70 73.2 المحصلة مالتهم ايش راح يكون؟ راح يكون هذا 100 اف ار، هاي الزاوية مالتهم زاوية قائمة، هذا راح تكون سيجما اف واي اللي هي 70 73.2 على الاقل عملنا اللي هو 50، وهذا سيجما اف هسه نجي نطلع اف ار، اف ار راح تساوي لنا تحت الجذر لانه في تغوص 70 73.2 تربيع زائد 140 تربيع ايش يساوي لنا؟ ايضا بالحاسب اذا ما تعرفون تكتبوها اكتبوها بهذه الطريقه، هذه حط الجذر وبعدين تحط دكتور 157 حط القوس وبعدين تكتب 70 73.2 تربعه زائدا 140 تربعه وسد القوس يساوي 100 واشغل 58 واضح؟ ضل عندي 157 157.89 تقريبا 157 تقريبا هالشيء. الوحدة المهمة ظل اتجاه، اتجاه لازم اطلع ليش؟ اطلع الزاوية. فالثيتا ايش راح يساوي لي؟ ما مثل قبل شوي نعمل مثل الابتدائي شوي لازم نطوره. والثيتا يساوي لنا مباشرة تان انفرس بالشكل اكتبه مجموع سيجما، هاي الزاوية سيجما ايش؟ سيجما اف واي
على سيجما اف اكس. وش راح اسوي لهم؟ راح اسوي لهم تان انفرس سيجما اف واي قد الشاقول 73 بوينت على 104. ايش بنسوي؟ 27.6 راح يكون عندي سامنا 27.6 واضح؟ هسه محصلة هاي القوة راح تكون عبارة عن 157 كمحصلة والزاوية أشهد أتي 27.6 معاً؟ يعني ممكن نستبدل هاي القوتين بقوة واحدة مقدارها 158 تقريبا. ايش؟ طيب هسه لو سألتوك أنا أشهد المركبة الأفقية والشاقولية للقوة F1، ما هي المركبة الأفقية والشاقولية للقوة F1؟ راح تخلي المركبة الأفقية يساوي لنا 100، المركبة الشاقولية يساوي لنا 173. واضح؟ ايش هي المركبة الأفقية؟ طبعا نحو الأعلى نحو اليسار. اوكي، ما هي القوة المركبة الأفقية للقوة الثانية؟ راح تكون 240. ما هي المركبة الشاقولية للقوة الثانية؟ 100. ما هي محصلة هذه المنظومة القوى على النقطة هذه على المحور على الأوريجين؟ راح يكون هذا، راح يكون محصلتهم اللي هو مجموع القوى باتجاه الأعلى يساوينا 173 نحو الأعلى ناقصا 100. ليش؟ لأنه يأثر باتجاه الأسفل، يطلع لي 73 باتجاه الأعلى. مجموع القوة باتجاه الاكس اكسس ناخذ الاكبر نشوف منه الاكبر، عندك 240 مية، فهذا قطعا هذا راح يكون اكبر، فخلي 240 ناقص 100. ليش ناقص؟ لانه الاتجاه الاخر يعني. راح يطلع عندي 140. هاي ال 140 والقوة الثانية حللناها بالطريقة هذه، وجدنا المحصلة وطلعنا زاوية المحصلة. واضح؟ احد عنده سؤال عليه هاي المسألة؟ هاي الاوراق من اخلص كلها راح اعطيك 100 يعني. عملها بي دي اف وما بعد. ناخذ مثال اخر. بدون ما تعيد لنا مثال راح سريع. لا راح اخذ مثال اخر نفسه يعني هم راح نعاد. بدون ناخذ بريك بسيط ونرجع نكمل. والله يعني ممكن خلي نكمل حتى اعطيك من البريك بنهايه المحاضره، خلي نكمل نص ساعه كله حتى ترتاح. اذا عندكم شيء اسالوني هسه، اذا اكو مشكله عندكم بالزوايا، مشكله بالقوه، قانون كوساين. استاذ هذا المثال بالطريقه الثانيه راح يكون اصعب. هذا المثال هسه راح اعطيك المثال. هذا مثال لا قطعا لا، الطريقه لو اسهل يصير يعني. لا اسهل، كله سهل، ما في شيء صعب، كله سهل. شوف الساعة راح اخذها بس ما اتجاه عقارب الساعة ونحو الأعلى، هاي ما مستنى. ليش ما مستنى؟ ما عزم عزم ما ما فتنا على ولا عزم. وين عزم؟ عزميش ابوي عزميش. بس عندك هذا المحاور، عندك هاي القوتين، القوة الأولى بهالشكل هذا والقوة الثانية هذا. اوكي شوف هذه يلتقون في نقطة اللي هي او، فهاي المركبة مالتها ايش راح تكون؟ نحو الاسفل. هاي المركبة مالتها نحو الاعلى. هاي المركبة مالتها الافقية راح تكون في الاتجاه. هاي المركبة الافقية مالتها لازم تكون في الاتجاه. دكتور هي نظريا تبين بالربع الاول يعني. يعني واضحة يعني هذه يعني هاي اذا انتم كلكم جايين من تطبيق المفروض هذه ما تسالوا عليها. شوف هذا مثلا هسه هاي القوة الاولى. اذا حللناها الى مركبتين بهالمحاور راح يصير وحدة بالاتجاه نحو الاعلى وحدة بالاتجاه. هاي الاوريجن. شوف الثانية إذا حللناها بهالمركب هنا هي موجودة هنا، فراح تحلل إلى مركبتين وحدة بهالاتجاه
وحدود الثانية بالاتجاه. هاي راح تكون نحو الأسفل، هذا راح تكون نحو الأعلى. بس أنت تشوف يا قيمة أكبر حتى تحطها بالاتجاه الصحيح. بنها شفنا 173 أكبر من 100 فحطيناها نحو الأعلى. نفس الحالة من السنة X وبعدين طلعنا قيمة الزاوية. خلي موقف وحتى إذا عندكم أسئلة.